أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. سؤال دايما يسأل، ما هو المقصود بكلمة أو بسفر سبت؟ وهذا موجود في العهد الجديد في سفر أعمال الرسل. اسمحوا لي أن أقرأ الآية حتى أعطيكم الخلفية. الخلفية إنه الرب يسوع كان موجود على جبل الزيتون وعم بيصعد إلى السماء أمام عيون التلاميذ. في آية 11 مكتوب، وقال، يعني الملائكة اللي ظهرت، أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. في آية 12، حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على سفر سبت. لاحظ الكلام، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. فدائما الناس بتسأل شو المقصود بكلمة سفر سبت. سفر سبت طبعا بالنسبة للفكر اليهودي هي مسافة قصيرة، وأصبحت يعني تردد كتعبير عن مسافة. مثلا الرومان بنوا الطرق الرئيسية وكانوا يحطوا أعمدة من حجر اللي بتقيس المسافات من مكان إلى آخر. بالنسبة لليهود، إذا شخص بسافر سفرة قصيرة بقول سفر سبت. ولما الرب يسوع اتكلم عن خراب أورشليم قال ولا يكون هربكم في سبت، يعني بسبب القوانين المحيطة في يوم السبت. فإذا سفر سبت هي عبارة عن مسافة. يعني إذا العهد القديم بيتكلم عن 2000 إدراع، خلينا نقول من مسافة 800 متر، ولكن لا تتعدى 1000 متر، وعلى الأرجح هي فوق 900 متر، لكن الأقصى هو 999 متر. وهذا الفكر طبعا مع الزمن اتطور عند اليهود. بما معناه سفر السبت هو المسافة المحددة المسموح بها لليهودي أن يسير بدون ما يكسر الشريعة، المقصود شريعة السبت أو يكسر الناموس. وطبعا فكرة السبت من كلمة شبات اللي بتعني انقطاع تام، ابتدأت الفكر من يوم الخليقة، أنه الله استراح في اليوم السابع شبات. وطبعا السبت بيبتدي من يوم الجمعة مساء أو عند المغيب إلى السبت مساء، هكذا تحسب من قبل يوم بسموه دخول السبت. وطبعا السبت هو علامة للعهد، وحتى اليهود حتى يومنا هذا بيختتنوا في يوم السبت لأنه علامة للعهد. لكن في سفر الخروج إصحاح 16 والآية 29 مكتوب، اجلسوا كل واحد في مكانه. طبعا بيتكلم عن شعب إسرائيل المحيط بالمحلة أو وين مكان خيمة الاجتماع، وكان في الأصباط الاثني عشر تحيط بمكان العبادة، مكان خيمة الاجتماع، وكل ثلاث أصباط من جهة. فإذا بيتكلم عن مسافة في داخل المحلة، إنه في أماكن استثنائية اللي ممكن تمشي فيها المسافة للعبادة أو تقديم الذبيحة أو الصلاة، سواء في خيمة الاجتماع أو سواء في الهيكل. وطبعا يوم راحة، لكن الشيء المسموح به هو العبادة والصلاة وطبعا تقديم الذبائح، وهو لذة كما يسمي الكتاب، وهو علامة للعهد. بعد هذه الخيام من أقصى بعد إلى مكان الخيمة كان يعتبر 2000 ذراع. ذراع طبعا هو ذراع إنسان، والفين ذراع يعني بحدود 1000 متر، يعني بين 900
للألف متر بحسب طول الذراع. 2000 ذراع بسفر العدد إصحاح 35 والآية 5 بيتكلم عن هذا العدد أو هذا الرقم 2000 ذراع اللي هو حوالي 1000 متر اللي أصبحت مقياس للسفر. وطبعا في سفر يشوع إصحاح 3 والآية 3 والآية 4 بيتكلم عن مسافة أيضا، مسافة 2000 ذراع بين الشعب، وبيتركوا فجوة كبيرة 2000 ذراع يعني حوالي 1000 متر أو 999 متر بين الشعب وبين تابوت الرب أو تابوت العهد، وطبعا احتراما وقارا ولألا يضرب، يعني كان في كمان مسؤولية كبيرة على الشعب بين المسافة بين الشعب وبين تابوت العهد. فطبعا هون بيتكلم في سياق الحديث كانوا على جبل الزيتون ورجعوا للعلية، العلية طبعا اللي وين كان العشاء الأخير، وهناك رجعوا ينتظروا موعد الآب اللي هو مجيء الروح القدس. فإذا كان بالفكر اليهودي ما تعمل أي شيء في يوم السبت ولا حتى يكون هربكم في يوم السبت، أو إذا بتمشي بتمشي مسافة سبت، ولكن على الأرجح لازم تكون مثل ما بتوصي الوصية اجلسوا كل واحد في مكانه. طبعا بيتكلم عن التوقيت اللي كانوا بيلتقطوا فيه المن اللي هو خبز من السماء، وموسى أوصى الشعب إنه في هذا اليوم أو قبل دخول السبت يلتقطوا عن يومين، والله رح يباركهم ضعف يعني في هذا اليوم. لكن في ناس كسرت الناموس وراحوا التقطوا في يوم السبت، طبعا ما استفادوا أي شيء لأنه طلع خربان، فاللي زاد لم يزيد واللي نقص ما نقص. فإذا كان في ترتيب إلهي، ولكن أيضا في السير بحسب التطور اليهودي بحسب التلمود شريعة السبت حتى يحافظوا على السبت، لأنه يؤمن أنه راحوا للسبي بسبب نقض العهد والسبت اللي هو علامة العهد كمان. فإذا كانوا يحافظوا على السبت لدرجة أنه سنوا مئات القوانين حول موضوع السبت، يعني مثلا موضوع الأكل، موضوع حتى المرأة إذا جدلت شعر أكم جدول وهكذا، يعني كل الأمور بتكون تتمحور حول موضوع السبت. فأيام المسيح طبعا كان في أسوار حول أورشليم، وهي الأسوار كانت يعني اليوم كانت الأسوار بتصل إلى جبل صهيون اللي هو وين بيت قيافة. فجبل الزيتون نزولا إلى وادي قدرون، وطبعا البلدة القديمة أمامك اللي هو جبل المريا مع البوابة الشرقية، ومن الجهة الشمال من جناح الهيكل وشمالا اللي هو جبل صهيون الملاصق طبعا جبل المريا، وعلى الأرجح إنه مكان العلية كان على جبل صهيون. وفعلا هذا السفر من منطقة جبل الزيتون للعلية حوالي مسافة كيلومتر أو 999 متر اللي هي 2000 ذراع. بس طبعا اليهود يعني حاولوا يعملوا كل أنواع القوانين حول هذا القانون، موضوع مثلا المأوى، موضوع المأكل، إنك إزاي أنت تباي باس، إنك تتخطى لحدود 1000 متر بألف متر زيادة، يعني عملوا قوانين تانية. بعدين رجعوا في قوانين تانية، طيب إذا مشيت 1000 متر طب أنت كيف رح ترجع للخيمة بتاعتك أو للبيت، فأنت لازم ترجع كمان 1000 متر. فمشان هيك أحبائي إلى يعني لحديت اليوم بتلاحظوا الخارديم يعني اليهود المتدينين دايما بحبوا يسكنوا قريبين من المجمع اليهودي، وبتلاحظوا أنه لا بيسوقوا سيارات ولا بيستخدموا الكهرباء، ولا حتى اليوم في إسرائيل في الفنادق كل الأسانسيلات على يعني
على أوتوماتيك، يعني بطلنا كان الأول إحنا الأمم لازم تدوس الزرار عشان يركب في الأسانسيل. اليوم حتى الطبيخ وكل أشو يعني كل هذه الأمور النار بتضوي أوتوماتيك له، بتطفي أوتوماتيك له، كل الأمور حتى لا يكسروا السب. وطبعا اليوم اللي بيجي على مدينة القدس، طبعا القدس القديم اليوم هي عبارة عن أربعة أرباع في القسم الربع الإسلامي اللي هو وين المسجد، طبعا هذا الربع الإسلامي، وفي عندك الربع المسيحي اللي بسموه حارة النصارى، وعندك الربع الأرمني حارة الأرمن، والربع الرابع اللي هو حارة اليهود. حارة اليهود مكتظة جدا بالسكان لأنه كله عاوز يكون بجنب الهيكل اللي هو اليوم اللي هو حائط المبكى أو حائط المغربي، يعني اللي هو هذا الحائط الماسك اللي بقي من بقايا الهيكل القديم. فبتلاقي تعداد السكان في هذا الربع شيء فظيع جدا. وطبعا اليهود المتدينين ما شاء الله بخلفوا كتير بدون أي انقطاع، مثل إحنا الفلسطينيين ولا سيما الغزوية، أهل غزة أعلى نسبة خلفة. فالفلسطينية واليهود المتدينين يتزاحموا ويتسابقوا على طبعا الخلفة، بس الفكرة أنه كل واحد عاوز يكون قريب من مكان العبادة. فصار في اسم شيء اسمه قياس، وهذا القياس بسموه سفر السبت، وعلى أساس سفر السبت بحددوا المسافة 2000 ذراع أو حوالي أقل من كيلو متر، طبعا بتكون دائما في حدود الأسوار. طبعا اليوم مع التطورات الكثيرة القوانين كلها عم تتغير بشكل أو بآخر، بس بالنسبة للمتدينين حتى يومنا هذا في أورشليم الشوارع اليهودية أو المناطق اليهودية اللي فيها المتدينين الخارجين بتلاقي بيعملوا حواجز وما بيركبوا سيارات ولا بيستخدموا أي وسائل ولا حتى بردوا على التلفون ولا أي شيء. كل الدكاكين مسكرة، كل المحلات مسكرة، كل يعني كله مسكر. وطبعا بيحترموا يوم السبت، وأنا أقول فعلا بتمنى إحنا نكون مثلهم، نحترم يوم العبادة يوم الرب اللي هو للأسف في الغرب يعني والشرق كمان أصبح يوم تجارة كبير كل واحد عاوز يستخدم. خلينا نتذكر دايما صراعات المسيح مع اليهود أنه كان يصنع خير، أيجوز فعل الخير، وتكلم أنه حتى إذا الثور وقع أنه مفروض تعمل أعمال خير. وطبعا بالنسبة لسفر السبت يعني في حالات مسموحة، في حالات الجوع، في حالات الحرب، في حالات المرض أو في حالات الإسعاف، يعني في قوانين بتتعدل في هذا الموضوع، لكن الإطار العام إنه سفر سبت هي مسافة قصيرة لا تزيد عن الكيلو متر. والرب يسوع علم إنه السبت خلق للإنسان مش الإنسان للسبت، وإنه الرب يسوع هو رب السبت. مشان هيك إحنا بنتعلم من هذه الأمور إنه مظبوط فعلا يوم راحة صار يوم العبادة، يعني بطل بس يوم واحد في الأسبوع. بالحقيقة أنه تستطيع أن تعبد الله في كل مكان، لأن المسيح قال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له. ولما تكلم مع المرأة السامرية قال لا في هذا الجبل، يعني مش في جبل جرزيم. اليوم الناس بتركز على المواقع، على الأماكن، على الحج، على كل هذه الأماكن المقدسة، بس الرب يسوع قال لا في هذا الجبل للسامريين طبعا ولا في أورشليم، إن الساجدون الحقيقيين هم اللي بيعبدوا اللي بيسجدوا للرب بالروح القدس مش بالحرف وبالحق أمام كل تزييف أو أمام أي ضلال. فوصلي من خلال موضوع سفر السبت نتعلم إنه نحترم يوم الرب، وهذا اليوم يعني على الأقل يكون يوم مخصص للعبادة والشركة، وفعلا يوم للعائلة إنك أنت مش بس ترتاح، تركز وتقيم حياتك شو الرب عمل معك. من فضلك شارك هذا الفيديو،
وبصلي أن يكون سبب بركة لحياتك.